السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غنفصل لكم انا وبابا، غنفصلوا عبايه ديال الخفاش اللي طلبوا عليا بزاف ديال البنات، وكتقدروا ديروه بزاف ديال انواع ديال الثوب من هادو اللي خارجين دابا. تقدر تجي في الثوب المزوق، وحتى في الفراشه الا بغيتوا ديروها، وحتى في الكنادر ديال الدار. واليوم ان شاء الله غنديروها في العبايه ثوب ريحانه. هاد الموديل هذا كيبغي 3 متر ديال الثوب، يعني باش تلعبيها كيما بغيتي خاص ضروري تكون 3 متر او لا حتى 3.5 الا كانت المراه طويله. ياك تقريبا واش جينا خاصه سيمطو لي فوقنا اليوم لا لا ما صعيباش، ما فيها لا قبله لا كمام اللي غنضربوا عليهم ثاني. المهم الثوب هنا تيكون كيكون الثوب على كنطويوه على جوج، وكنعاودو ثاني نطويوه على اربعه، يعني بحال طويه ديال الفراشه، بحال غنفصلو فراشه. المهم دابا غادي نقرب لكم الكاميرا هنايا باش تشوفوا الفصاله ديالها مزيان كيفاش دايره. المهم كيما شفتوا هنا الثوب قلنا طويناه على جوج على الطول ديالو، ها الحاشيه ديال الثوب، وغنعاودو نطويو ثاني على جوج، يعني الثوب دابا مطوي على اربعه، هو كيبان لكم مطوي على اربعه. صافي غادي نسرحو بحال هكا كامل. دابا غادي نجرح هنا شويه باش يبان لكم. المهم انا باينه الطويه كامله كيفاش مطوي. غادي نقرب باش تشوفوا الخدمه اللي غادي نخدم فيه. ما سهله بزاف هاد العبايه هادي، عر ركزوا مزيان وتبعوا الفيديو خطوه بخطوه. دابا غادي نبدا بالعبار ديال الكتف، هو الاول غادي نحطو هنايا، واخا هاد العبار ما غاديش يكون اكزاكت. العبار ديال هاد العبايه كنشدوه من النص ديال العنق حتى للظهر، باش ما يبانش ديما هنا كيفاش نوريو، من النص ديال الرقبه اللور حتى لكم فين باغا تشد. العبار اللي كيعبروا دا سميتو بحال العبار ديال الفراشه، الماده كيكون النص ديال الكتف، النص ديال الكتف والنص ديال النص ديال الكتف وكم. المهم انا بحال عندنا سميتهم 42 كاينه في الكتاب، كنديروا 21 و 60 ديال الكمام، هي هذه كتكون 82 81 41 ديال الكتاف و 21 و 60 ديال الكمام، يعني النص في الكتف مع الطو ديالكم ديال الطو ديال صافي. يعني غادي نجي من هنايا غنشوف السيده شحال عندها من النص ديال الرقبه، ها هو هنا. هو اصلا الثوب هذا كتدخل فيه 75 حتى 78 كاع، الى ضروري تنديرو معاه طيب. كنديرو معاه بوانيا ولا شي حاجه، يعني ضروري. وكاين اكثر هي اللي كذا كيلبسوا الطرواكار كاع، كيجي شويه بحال كيجي طرواكار. غادي نجي هنا ندير 8 ديال العم، وغنجي هنايا الاخر هنا غادي بلاصه الكمام غنطيح ب 10 سنتيم ولا حتى 12 12 بالجيتك، غنطيح ب 12 سنتيم باش تجيني مزيان. ها هي 12 جات هنا، وغادي نسطر دابا من 8 ديال العم حتى لها 12 اللي طيحت ديال الكتاف حتى لهنايا بحال هكا. لحد الساعة هو كلشي مفهوم، غنطيح الكتف. هادي بحال خدمة الفراشة، يعني ساهلة ما فيهاش شي حاجة كما كتشوفو. أنا عارف عزيز عليكم الخطوط، أنا دايرة جنة لكم الكحل باين فيه الخطوط باين الغبرة طالعة. صافي دابا هنا غادي ناخد ارتفاع ديال اولا ناخذوا عبار الكتف باش ما تضوفوش، غادي ندير بحال هكا 22 ديال الكتف هي هذه. التركيز غادي تشوفوا هادشي كامل كنخدموا غير باش نلقاو الحوض، هو اللي غادي نخدموا به. التركيز غنهبط 22 بحال هكا، وناخذ العبار ديال الصدر، واخا هي كتكون كلها واسعه هذه، ما عندكم ما ديروا بهاد العبارات كامل. عبار الصدر غندير 33، غنهبط من الفوق من الكتف حتى لهنا غندير 55 باش نلقى لاطاي ديال هنا. هاد البلاصه كنديرو فيها 40، عبار الحوض كنديرو 40 سنتيم، ها باينة مزيان، ها هي 40 جات، يعني هدا هو العبار ديال الحوض. هاد 40 لي عندي هنا هي لي كنهبط بيها حتى في الجليل لتحت، والجليل كيبقاو اختياريين. هنا غادي نزيد شوية، نقدر ندير حتى 45 في الجليل بحال هاكا، يعني ندير هنايا بعدا 40 ها هي، وغادي نسطرها بحال هكا غير باش يبان ليكم. هذا هو الحزام، ضروري لاطاي ماشي الحزام، لاطاي هنا كتاخدوها ضروري كديرو 40 هنايا. صافي دابا غادي نمشي للجلايل لتحت، غنشوف كيما قلت لكم شحال غندير. غناخد بعدا الطول، الطول الكلي كامل من هنا فين طيحت الكتف، غناخد الطول ديال السيده كامل. الطول عندها متر 35 في الطول ديالها،
غادي نزيد على سنتيمات ديال الخياطه، سنتيم ديال الفوق وثلاثه ديال التحت ديال لوغلي، حيت غيكون لوغلي غير بالماكينه. المهم هنا غندير متر 40 كاع حتى تسييها وعاد ننقص ليها الطول. بارك 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 من فراسك بارك الله باش قعديتي لي. هنا كما قلت لكم في الجدير غادي ندير انا 45 45 كيكون بزاف كاع على بالنسبه ل هي كتكون 40. المهم انا من السيده غادي دير السياج ديالها ديك الساعه غادي تنقص. انا عطيتكم هنا لا باز وانتم غادي تنقصوا اللي بغيتوا. دابا هنا بالنسبه لهاد الخفاش، هاد الخفاش هذا كاين عبارات، كاين هنا اللي كتجي من هنا وتخرجي لكم، كاين اللي كتجي من النص ديال الايفازي وكتخرجي لكم، كاين اللي كتجي من تحت من الجدايل وكتبقاي طالعه طالعه حتى كتوصلي للمونش. انا غادي ندير الاخرى هذيك اللي كتجي من التحت حتى لكم، كتجي كلها اللي عرفتي ملي كتلبس كتجي كامله. غنحط لكم الصوره الخفاش ديال الصح. هنا دابا فوم لكم هاتي كاينه فوم لكم غادي ندير فيه شحال ندير له فوم لكم؟ غادي له هذيك غتكون 12 ديك 13 راه باقا غتزاد كواني هنايا يعني خصو يكون عريض واحد الشويه غادي 15 صافي. المهم انا دابا كنعطيكم العبارات حيت نسيت ما جبتش معايا العبار هو هذاك نيشان غادي نفصلوها دابا كما قلت لكم هنا الطول. دابا غادي ندي الطول نيشان من الجليل حتى للمونش بحال هكا يعني جايه كتجي طاري لكم اللون على حساب الخفاش. راه بالبارح الليل كامل وانا بالك كنقلب على الخفاش كي داير. ها الخفاش كتجي كامله بحال هكا ملي كتلبسو كتعطيكم واحد البلي فهاد الجناب كاملين اللي بقاو طايحين. داكشي علاش قلت لكم هاد العبارات راه ما عندكم ما ديروا بهم، عاد بغيتو تدوزوا شي خياطه من هنا من الوسط كدوزوها كتخليو 40 ديال لاطاي وكدوزوها. بغيتو ثاني داك الاخر حشمت الثوب كله مزوق كاين اللي كتبغيو ثاني هنايا اللي بغات تخرج من هنايا لكم كتسطر بحال هكا. دابا سالينا حنا الفصاله ديال الخفاش ديالنا باش ما تدوخوش هي هذه. بغيتو تخرجوا ثاني من المونش وتجيو هنايا النص ديال الايفازي كتجيو بحال هكا. يعني هنا هاد الوسوعيه هادي انتوما اللي كتختاروا بين الخفاش بغيتو تلبسوا. درت لكم الخريطه ديال السله هنايا ها انتما ها السله اربع والله سي على الطراطه راه كاع نفس راه ولات بيضه عادي طراسي الكحل نفرقوا ليه. ها انتما كاين هنايا الا بغيتو ديرو 45 كتجي نيشان بحال هكا تل لتحت ها تل لتحت نيشان. ها ولا بغينا نديرو لكم ثاني غادي تعود تولي كلها بيضه وغنطراسيو لكم بالكحل تمشي مصبي. المهم هنايا تحت عاوتاني في الجليل غادي نطلع بواحد باش تعرفوا راسكم راه عزاز هذاك الشيء علاش راه تويت براسه الجليل. هنا غادي نطلع بواحد 4 حتى 5 باش ما يبقاش الجليل طايح. يلا فهمتوا شي حاجه الخريطه راه فوق دابا. المهم هنا ملي درت الكاميرا بان لي ما غيبانش مزيان غادي نعاود نشرح لكم هنايا. كما قلنا هنا عندنا 8 ديال العم كناخذوا العبار ديال السيده من النص ديال الرقبه ديالها حتى لكم فين بغات لكم. هنا الثوب ما غاديش يوصل لكم لكم ضروري كنكملوا بالبوانيا باقا غنفصل لكم بوانيا اولا باندا اللي كتجي في راس لكم كنطيحوا هنايا ب 12 سنتيم وكنسطر هذا السطر اللي درنا. من بعد كناخذ لاطاي ديالي كنهبط ب 55 سنتيم ولا 60 سنتيم وكنهبط الا كانت السيده طويله كتهبطي ب 60 سنتيم كانت قصيره 55 وكنعبر من هنا لهنايا ب 40 يعني 55 كنديرها هنا هكا 55 كنجي هنا كندير 40 ديال لاطاي. هاد 40 قاعده عامه في هاد الخفاش ما خاصكش تدخلي فيه. كناخذ من وراها العبار ديالي الطول كامل من كناخذ الطول كامل صافي كنجي هنايا كندير الخفاش فين بغيتو انا. بغيت هاد الوسوعيه تجيني من النص ديال الايفازي يعني من النص ديال الفراشه ولا العبايه ولا شنو غتصوبي كتبداي من هنا وتسمي غادا بحال هكا حتى الفم لكم فين بغيتي. فم لكم هنا درنا فيه 15. بغيتي هادوك الجلايل يجيوك من التحت حتى الفوق يعني كلها واسعه كتجي من الجلايل وانت غادا كتوسعي وغادي والخفاش كيوسع وكتجيك واحد كيعطيك واحد لارج في الثوب اللي هو زوين. كنوصل الجلايل كنطلع ب 5 سنتيم كنظن دابا بلي الشرح مفهوم وواضح. دابا غندوزو باش نقطع هون دابا غادي نقطع باش تعاودو تشوفو. بسم الله
كنقطع دابا الجليم سهله البنات ما فيهاش شي حاجه. غادي نتبع انا كما قلت لكم انا درت الخفاش الاخر اللي كبير بزاف يعني تو كامل لارج. هاد العبايه عرض ديال ماما الصراحه ما غتكمل غادي تشوفوها تقدروا تشوفوها حتى لابسه ولا مكتوبه الماركه باش تشوفوها كيفاش طلعت. البنات اللي كتشوفوا القناه اول مره ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه باش توصلكم كاع الجديد اللي كننزلوا ان شاء الله. المهم دابا كيما شفتوا غادي تبقى بحال هكا قرب لكم هنا. دابا هنا شنو غندير ما غاديش نقطع هذا حيت انا هذا عاد شرحت لكم فيه يعني الا بغيتو نتوما ديروا هذا العبار ديروا باش ديروا هذا العبار اللي خدمت به انا ديروا. هنا غادي نطيح البتر كما كنقول لكم دائما خليو براساش في الثوم باش ما تدخلوش في البياسه ديالكم. بحال هكا دابا غادي نجي هنا غادي نحيد غير 8 ديال العنق ولا تنضوها صافي كتجي لهذا الشكل. انا غنحاول نحطها لكم مسرحه باش تبان لكم كيفاش جات كتجي لهذا الشكل هذا فهمتوها دابا يعني باينه مفهومه صافي. هنا اللي غادي نكمل البواني هنا غنزيد طريف اللي بغيت بغيتو تزيدوه من نفس الثوب زيدوه بغيتو تزيدوه من لاماي حيت كيتيري زيدوه وديروا لاماي مقبول حتى لاماي كيجي فيها زوين داك الثوب ليكرا اللي كيتير. صافي دابا غادي نحيد الظهر باش نفصل باش ندير التقويره ديال الامام اللي هي هذه. غادي نهبط من هنا نضع الشراكه نشوف واش هي هذيك. المهم انا من هنا لهنا كنهبط تقريبا ب 14 بحال هكا نهبط ب 14 وغنقسمها على جوج. المهم هنا خديت حيدت الضوفة باش حيدت الظهر باش ما نضربش ظهر وضوفة دائما نحيد الظهر. هنايا كنهبط ب كنجي الكتف هنايا من القنط ديال الكتف لهنا كنهبط ب 14 ل 15 سنتيم كنقسمو على جوج. هاد الخط اللي درت كنقسمو على جوج وكندخل هنا بجوج سنتيم حتى لثلاثة على حسب كيفاش بغيتي العمق. هاد العباية حنا دابا درناها مسدودة الا بغيتو تحلوها راه كتحلوها الا بغيتو ديرو لها زعما السلسله الوسط ولا شي حاجه كتحلو نتوما. هذه حنا خليناها مسدوده حسن لبتوها ولا نشوفو شنو غادي نديرو لها. وصافي الدرس ديال اليوم كان هو هذا الفراشه ديال الخفاش او عبايه الخفاش. كنتمنى الدرس ديال اليوم يعجبكم وكنشكركم بزاف بزاف البنات على المتابعه ديالكم. المهم هذه هي العبايه ديال الخفاش اولا القندوره ديال الخفاش كتجي على هذا الشكل هذا بحال هكا. هذه خيطتها ماما انا غير فصلتها كما شفتوها وماما اللي خيطتها راسها. ها كيفاش جا الجنب ديالها كتجي على هذا الشكل هذا. غنحط لكم الصوره ديالها مقاده باش تعرفوا. المهم نتوما راكم عارفين الشكل ديالها كيفاش كتجي انا وريتكم غير طريقه الفصاله ديالها. شوفوا شحال جافه ديال العرض شاده بيض وكنصور بيض جات بحال هكا. المهم جات زوينه جربوها حتى نتوما كما قلت لكم كتجي في العبايه وفي القندوره وفي الفراشه وفي اي حاجه راه باقا هنا كامل مصلوحه كما خدمناها باقا بلا صلاح كتجي على هذا الشكل هذا.